بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن في هذه الحلقة 95 بعد 108. نتناول آيات من سورة الأعراف. الله تبارك وتعالى يحدثنا في الآية 58 أن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. مين هو البلد الطيب؟ هل في بلد طيب وبلد خبيث؟ طيب، هل في قرية طيبة وقرية خبيثة؟ طيب، هل ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول في سورة الأعراف والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه مقصود النبات الأكل ولا النبات البشر؟ عموما الآية تحتمل الاثنين. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، نبات طيب. البلد اللي بيقرأ قرآن وكأن النبات يتنفس قرآن. الولاد بيحفظوا قرآن في الغيطان. في بلاد عندنا تتنفس قرآن، العيال كلها بتحفظ قرآن. تمشي في السوق تلاقي الولاد قاعدين جنب أهاليهم بيحفظوا قرآن. تعدي على الغيط على الحقل المزرعة تلاقي الأولاد بيحفظوا قرآن. وكأن الزرع والضرع يتنفس قرآن. يبقى النبات اللي طالع ده نبات طيب جدا. الحيوانات والطيور التي تربى في هذه البلدة طيور طيبة. الخبز أو الفطائر اللي طلع من هذه البلد ملهاش حل. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب. البلد الطيب يخرج زكاة ماله. يحدثنا بعض الصالحين إن كان فيه رجل، وكان هذا الرجل يعني دايما لما يحصد المحصول يخلي نصيب ربنا في الأرض ما يروحوش الدار، وآتوا حقه إيه؟ يوم حصاد. قط، قمح، فواكه، خضروات، حق الله ما يروحش البيت، يخرج من الغيط، صدقات، الزكاة. كل الغيطان تصيبها آفات وديدان وسوس والمحاصيل تبوظ إلا أرض هذا الرجل. ليه؟ لأنه بلد طيب ونبات طيب ويؤتي حقه يوم حصاد. والبلد والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. في بعض البلاد ما بتأديش زكاة خالص، تبص تلاقي إيه؟ بلاد فيها مشمش، المشمش ما يطرحش سنة واثنين وثلاثة وأربعة. ليه يا جماعة؟ المشمش ما حملش السنة دي، الزهر ما حملش، والزهر ما بيحملش كده لوحده. نفس الكلام حدائق البرتقال ما بتطلعش بقالها سنتين ثلاث. ليه؟ يقول لك الزهر ما حملش، الشجر ما طلعش زهر. هل هذا معقول؟ اه والله معقول. وأحيط بثمره، اقرأ بقى أصحاب الجنة اللي كانوا مش عايزين يطلعوا الزكاة. طب في ناس اليومين دول ما بيطلعوش زكاة خالص، الراجل بيبيع الأرض والمحصول من قبل ما ينضج. فالبلد الطيب يخرج نباته ثمراته بإذن ربه طيبة. الأولاد اللي طالعين في بيئة فيها حفظ قرآن ما عندهمش بقى عنف ولا ضرب ولا قتل ولا الطيبين حافظين قرآن وكلام ربنا، بلد كلها طيبة، ما عندهاش حد شديد أو حد، لا لا لا، كلهم حافظين كتاب ربنا، فما فيش حد يرسم على التاني التقوى. في قرى تتنفس قرآن، في قرى بقى تتنفس معصية والعياذ بالله. في بعض قرى الصعيد بيتعاملوا بالربا و يعني قمار وكذا وكذا. فشفت ربنا أصابهم بسيل، السيل ده مية كتيرة قوي وصلت الدور الثالث، وبعدين على وش السيل كان فيه بترول، محطة بنزين ولا حاجة وعربيات بترول، وبعدين المية اللي فوق ولعت، فبقى البنزين مولع من فوق، فاللي يغرق من الناس يجي يطلع يتحرق. القرية دي بتتعامل بالربا كلها، ويبيحون المخدرات وبيربوا خنازير، بيعملوا حاجات غريبة جداً. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. في قرية طيبة وقرية خبيثة، تعرف تقول لي أنت تعرف في حياتك قرية طيبة وقرية خبيثة؟ أنا أعرف قرى كتير طيبة، قرى تتنفس قرآن، أولادها كلهم بيحفظوا قرآن، وعندنا أحياء بتتنفس لغات، أحياء بتتنفس أغاني أجنبية، أحياء لا تذكر الله عز وجل. تفتكروا النبات اللي طالع ده نبات إيه؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ممكن أطلع نكد، عيال نكد ومعاه لغات
وعيال نكد معاه محمول، عيال نكد معاه لابتوب، ممكن اطلع عيال نكد بعد كل ده، بعد كل المصاريف اللي صرفتها في دروس خصوصيه وصرفتها في اجهزه ولبس و و و، بعد كل ده اطلع عيال نكد؟ والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا. وشوف ربنا بيقول نكد، عيال نكد، كل ما صرفت عليها. يعني يحدثني بعض الاصدقاء، هم ليه زمان كانوا بيفرحوا بالصبيان؟ زمان كانوا بيفرحوا بالصبيان علشان اللي خلف ولد كانوا يخلفوا 6 7 عيال ينزلوا على طول على الارض الزراعيه، العيال 3 4 5 سنين في الارض بيزرعوا ويحرتوا ويبذروا البذور في الارض، فالولد يطلع عونه لابيه في ظهره، استريح انت يابا احنا نعمل مكانك. فالناس بتفرح بولاده الذكور، وكان اكتر ما يفرح بولاده الذكور الستات. تقول لامراه عجوزه انت بتفرحي بولاده الذكور ليه؟ ليه بتحبي ولاده الصبيان؟ ليه الذكور؟ يقول لك علشان دول بيبقوا في رجلينا شايليننا، شغالين في الارض، ماسكين المصانع، ماسكين المحلات، في صنعه او حرفه معينه، منجد مثلا، يبقى ابنه وابن ابنه الحرفه ما تموتش، نحاس بتاع نحاس بتاع راجل صنايعي، ابنه ماسك الصنعه وحفيده ماسك الصنعه، الحرفه ما تموتش. نفرح بالولاد عشان هيشيلوا اسامينا، ولاقي ابني في رجلي شايلني، ولما اعيا يوديني للطبيب، ولما اموت يشيلني ويقف في جنازتي. طب واحنا دلوقتي بنفرح بالصبيان؟ انت طبعا بتفرح بالصبيان عشان لما اول ما يتولد انت محتاج تجيب له بامبرز، لانه الاول ما كانش محتاج بامبرز، دلوقتي محتاج بامبرز، امال يعمل بيبي وبراز فين؟ فانت بتكلفه قد وزنه فلوس، وبعدين يطلع يدخل المدرسه. لما يدخل المدرسه من اول كي جي 1 وكي جي 2 انت لازم تديله دروس، والا مش هيتعلم. توديه مدرسه ابتدائي دروس، واعدادي دروس، وثانوي دروس، تسهر معاه تذاكر، لو ما قعدتش تذاكر معاه هيسقط هيضيع. مفيش ولاد بتحب المدرسه، الولاد والبنات ما يحبوش المذاكره، بيتمنوا بس ان اهاليهم تتلفت يمين شمال، يرمي الكتب ويرمي الدراسه. امال يقعد يعمل ايه؟ يلعب بقى على اللابتوب ويلعب على المحمول. اللي عنده عيلين لازم عينيه في وسط راسه، والا العيال تضيع. ونفضل بقى نتعذب في الدروس ونتعذب في الاموال ونتعذب، وبعدين العيال تتخرج. وبعدين فين الواد اللي عوني لابيه وظهر ابيه؟ مفيش ظهر ولا رجل. وبعد ما كبر ها وتخرج، انت عاوزه يتوظف بقى، عاوزه يتجوز، مش لاقي وظيفه، تعمل ايه حضرتك؟ 10 مليون عاطل معاهم شهاده عليا في بلد واحد، 10 مليون 10 مليون عاطل اتصرف عليهم قد وزنهم فلوس. نفرح بقى بولاده الولاد؟ عشان كده البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا. تفتكر ولادنا بتطلع علينا نكد ولا بتطلع علينا سرور؟ بعد كل ما صرفت عليه، بعد كل الالاف المؤلفه دي، ابني بيصدر لي نكد ولا بيصدر لي سرور؟ تفتكر ابنك مصدر نكد ولا مصدر سرور؟ اهالينا ما صرفتش علينا حاجه خالص، وكنا بالنسبه لها كل حاجه. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون. يضرب الله لنا مثلا في سوره الاعراف بقوم نوح. حكايه نوح مهمه قوي قوي قوي، لان نوح عليه السلام دعا وصبر، والمطلوب من كل واحد فينا يدعو ويصبر، وليس امامه الا الصبر، يا تصبر يا تكفر، عندكش حاجتين، يا تصبر يا تكفر. لقد ارسلنا نوحا الى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. كلام سهل. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. وفي كل زمان ومكان أي حد جاي بيتكلم صح يبقى غلط، في البنك، في الكلية، في الطب، في التعليم، أي حد عاوز يتكلم صح يبقى غلط، يبقى سفيه خلاص. مع إنه من لم يتجدد يتبدد، اللي مش هيتجدد هيموت، اللي مش هيجدد نفسه هيموت وهيتأخر. إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 الله.
الله.